الحكومة المصرية قد عملت بجهد إصدار خلافات مواضيع على تطبيق خريطة الطريق الاقتصادية، تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية من خلال محاور الاقتصاد. قامت الدولة المصرية بالعمل على عدد من المواقع القومية كان أبرزها تطوير المنطقة الاقتصادية التركية وإنشاء أكثر من 3000 من السور اللي طبعا بتساعد على السوق وسرعة يعني إنتاج المنتجات وسوق الاقتصاد بصفة عامة. توسيع ثلاث دوائر وبناء ثلاث دوائر أخرى. بناء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة في المجال تتساوى على 30% إن شاء الله. إنشاء عدد محطات من محطات الكهرباء إضافة 15 جيجا وات سنة مستقبلية. كانت الطاقة هي من المشكلات اللي كانت يعني بتعطل الاقتصاد بصفة عامة وبتأثر تأثير سلبي على حياة المواطنين. تنفيذ عديد من مناطق القرارات الصناعية مع تأثير الاجراءات اللازمة للاستفادة منها. طبعا الامكان ده برضه على الاستفادة على موضوع الاراضي والمناطق الصناعية. كما تم تطبيق برنامج اصلاح مالي تضمن تحسين سعر الصرف والحصول على صرف من حدود المنافسة الدولي رفع سعر التسويقية توفير حزمة ضمان اجتماعي بلغ حوالي 5.5 مليار للعميل. قامت الحكومة المصرية بالثورة الاشتراكية لتهيئة البلاد الاستثمار وبيئة الأعمال بشأن ثمود تراخيص صناعية ولاية الأراضي بين المستهلكين ثمود هيئة تلامس الإنتاج ثمود استثمار جديد وغيره يعني وإجراء تعديلات على المنخفضات والزيادات بما يسمح بالسعر على اختيار الجودة والصيانة وتسهيل اعتماد المنطقة على بعض. لا زال في طبعا شوية تحديات كثيرة مثلا عندنا في الصناعة يعني بدون تقول أنا منها مثلا الضريبة العقارية العمل على الجمارك على مثلا التمارين على منظومة الشباك الواحد الأونلاين إلى آخره. وكان له هي البلد الصح له نتائج ظهرت سريعا يعني منها اقتصاد عالي الموازنة ارتفاع نسبي محلي حوالي 5-4% اقتصاد نسبة البطالة ودي هي حاجة يعني مهمة جدا من 13 حوالي 14-10% ارتفاع قيادي لاقتصاد البنك المركزي حتى عجز البرنامج القيادي وفتح العديد من المطالع على التفكي او المفاضل المختلفة. وطبعا كان انضاف خليفة للاستثمار الصناعي بالغلط تقريبا المجالات كلها وفي دلوقتي ليسوا اوبريتنج او اعاده يعني في المنظومه للمناطق الصناعيه تبقى اكثر فعاليه. والحقيقه تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات التصنيف الاجتماعيه الدوليه وكمان رؤيتهم او الادراك والبرسبشن والمنظور لمصر اتغير وانا فعلا ارتباط بالإدارة الجديد ولمست ده في أكثر من لقاء في الخارج وأكثر من سفرية. أتكلم سريعا بقى على الإدارة التجارة والصناعة ولمست في الإدارة حطيت تدري أو رؤية بسيطة قوي كنا بنشتغل عليها من حد الصناعات أصلا اللي هو إن إحنا نأيدنتيفاي يعني نحدد إحنا بنعمل إيه ايه احسن حاجات احنا بنعملها يعني ايه اكثر صناعات احنا عندنا فيها فرص تنافسيه وفيها قيمه مضافه وحددنا كمان ان احنا نروح فين بنتكلم طبعا تصديريا يعني ايه المناطق الاقتصاديه اللي نطلع لها تصدير علشان نحقق اكثر الابتعاد لمنتجاتنا التصديريه. وابتدينا نحط فرصة عمل على المناطق دي اللي هي طبعا لانها كانت اول منطقه المنطقه الاقتصاديه اضافه طبعا الى اسواق الاقليميه العربيه وشمال افريقيا اضافه الى منطقه هي كانت لازم تعود بيها مسؤوليه يعني بالتركيز هي منطقه وسط اسيا وشرق اوروبا. طبعا الصناعات اكثر حاجه لنا ولينا التنافسيه هي الصناعات اللي فيها تكلفة العمالة وفي الصناعات اللي بتعتمد على المواد الكامل المصرية أو الإيرانية اللي بيحصل لها عمليات تحويلية عشان تستفيد من المادة الكام ما نصدرهاش هي على إطلاقها يعني. عشان كده سريعا يعني طبعا يمكن
التوجه ده الصرف، بس تحت الصرف ده كثير وكثير وكثير من الفرص والتفصيلات والشعب والمنتجات والاهداف هي اللي احنا شغالين عليها حاليا. الحاجه الثانيه اللي مهتمين فيها جدا هي الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، لان هو ده الحقيقه يعني قوام الاقتصاد في الدنيا كلها، حتى في الجولات الماضيه كل اللقاءات الدوليه نفس التوجه هو التركيز على الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وخاصه كمان في متناهيه الصغر بيهتموا قوي والصغيره بيهتموا قوي بالصناعات اللي استعملها المراه، بحيث ان هم بيحاولوا يخلوا المراه عامل وعنصر منتج قوي جدا في الدوله. وانا كشاب حد من احلامي ان كل اثنين شباب ثلاثه كل الدارسين عندهم مشروع صغير قوي، يعني اكثر من الحزب.